السلام عليكم. عليكم السلام يا حي الله ابو عامر. وش هيك؟ استوري انا وياك تردي دحين شي هيك خفت؟ والله خذينا وياك بس. يلا حق. لا خليك عندك خليك عندك. ها. خليك بعيد حبك يزيد. ها. الا قل لي وش هو لك صالح؟ ابشرك الحمد لله بخير. كنت قلقان عليه يوم انه في اوروبا، لكن يوم جريات تطمنت عليه. عاشمهم عندك بالبيت. لا وين البيت؟ ودوه للحجر الصحي. ارقد وامن تطمن. ما دامه بالحجر الصحي والله انه واحرص منا على عيالنا. صحيح صحيح. I hope you're enjoying the course as we move from topic. لا ابو ذا وش زين. مسوي فيها مسيه. يا شباب بالله اهجدوا شوي، خلونا نركز في المحاضرة. اخوي انت بالايام العادية راح تداوم. والحين يوم علقوا الدراسة صامت تحضر كل المحاضرات. انا لو دراستي اونلاين كان اخذت الاول على الدفعة، بس اللي معجزني زحمة الطريق وسواقة الصبح. اؤكد لكم حرصنا الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم لهذه الارض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية. الله يحفظك ويرعاك ويعزك ولا يعز عليك مثل ما عزيتنا. آمين يا رب العالمين. عامر سمي يا شيخ. وين انت رايح؟ الله يصلحك. أبد طال عمرك، طفشت بالبيت قلت بتمشى شوي. تتمشى؟ ما تدري انه ممنوع إلا للضرورة. وانت وين رايح يا شيخ؟ أنا بروح المسجد أذن. بيطول هالوضع يا شيخ. احنا في غمة، اسال الله ان يكشفها. الرسول اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه، تعوذ من الجنون والبرص والجذام وسيء الاسقام. الله يعين، الله يعين يا شيخ. من اول الناس اذا قعدت في بيوتها يومين ولا ثلاثه ما راحت لا كافي ولا مطعم، اطفشت وقالوا ملينا وزهقنا، لانهم عايشين في رخاء. ما ادري انهم عايشين في نعيم لا يقدر بثمن. إلين جاء الفيروس اللي ما ينشاف بالعين وحبس الناس في بيوتها. يا عامر الشدايد تعلم العبر والدروس. الله يكفينا ويكفيكم الشر ويفرج همنا. آمين. جزاك الله خير يا شيخ. رح لبيتكم يا ولدي، رح لبيتكم. أبشر. لا إله إلا الله، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، آمنت بالله وعليه توكلت، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يتقبل منك يا عمي. الله يقبل الجميع بنيتي. والله أنني عرفت نفسي، عمري ما تركت الصلاة بالمسجد، الحمد لله رب العالمين. لا إله.